نعم. حلفت على زوجتي بالطلاق بأن لا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي. إيش؟ وهو متوفي. بأن لا تذهب إلى الشيخ فلان. وكان نيتي التهديد وليس الطلاق. نعم. وذهبت في غيابي. هل تعتبر طلاق؟ ذهب سلوي. نعم. إلى أين ذهب؟ ذهبت إلى هذا الرجل. وهو ميت؟ وهو ميت. تدعوه؟ نعم. تدعوه؟ نعم. هي الآن بانت منك. بانت منك مو بالطلاق. لأنها أشركت. وارتدت عن الإسلام. هذا شرك أكبر. الذي يدعو القبور مشرك شركا أكبر. فالآن شف هل تابت أو ما تابت. مشكلة هذه. إن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب. وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يكون يمينا، تكفره كفارة يمين ولا تتعود لهذا. لا تعود. النساء ما هي رخيصة.